المديح الذي ذكر، وأنا والله دون ما قال وأقل مما قال، وجهودي كلها بالحقيقة متواضعة وقليلة، وأسأل الله أن يعفو عني وعنكم وعن كل الدعاة إليه وعن كل المسلمين، والله جل وعلا سوف يسأله عما قال، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنه، أسأل الله أن يعفو عنا جميعا. وأنا والله أشهدكم أني لا أحب أن أمدح، وأسأل الله أن يعفو عني وعنكم وعن كل مسلم. والدي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ولد في مدينة الرياض عام 1330 في شهر ذو الحجة في اليوم 12 من ذو الحجة، وكانت مثل كانت مدينة الرياض مدينة صغيرة في أحياء بسيطة مثل دخنة وغيرها، فيها الجامع، فيها قصر المصمق قصر الحكم وبيوتات حولها ومزارع صغيرة خارج السور. يعني ولد في هالبيئة البسيطة لأبوين بسيطين عاديين مثلهم مثل أمثالهم من يسكنون حولهم، قلة ذات اليد وأمور الحياة البسيطة، يعملان في أمور الزراعة والأشياء البسيطة هذه. والده اللي هو جدي عبد الله توفي رحمة الله بعد ولادة والدي بسنة أو سنتين، فنشأ يتيما، يتيم الأب رحمة الله عليه في كنف والدته. وكان له من الإخوة محمد وهو أكبر منه بست سنوات، وكان له عبد الرحمن وهو أيضا أكبر منه، وكان محمد يعمل في التجارة البسيطة في الدلالة، يسمون دلال كذا في السوق وما إلى ذلك، وهو الذي يقوم ويصرف على البيت. الأحوال بسيطة، والناس كلها في العموم أحوالها بسيطة في تلك السنين، تشعر أنك في حقبة سحيقة من حقب التاريخ، بعيدة كل البعد عما نعيشه الآن. في هالبيئة البسيطة ولد وترعرع يعني. وكانت ولادته رحمه الله، هو ولد ضعيف البنية، أشبه ما يكون بمريض، مريض يعني ليس مريضا في رجليه، لا يقوى على الحركة أو لا يقوى على المشي، فهو لم يمشي إلا بعد أن ربما تجاوز الثالثة من عمره. كان به مرض يقال له بوصفيق باللغة العامية، يسمونها بوصفيق، ومشى بعدها، فنشأ هزيل البنية لكنه كان له همة عالية. كما أخبر الرسول يكفي أن زمان الصار من على رين كالقابل على جمر، ويقول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء، خرجه مسلم في الصحيح. وأشرفت على تربيته والدته رحمه الله، وهي التي دفعته إلى التعليم. درس على كثير من علماء الرياض منهم سعد بن عتيق وغيره، ما أذكر بعضهم، ولكن تعدد المعلمين، وكان يذهب إليهم ويطلب العلم لديهم في المساجد، هذا ما كان الدارج في ذلك الوقت. واستمر في طلب العلم إلى أن وصل إلى عمر 15 أو 16 سنة، توقف قليلا لمرضه. ففي عام يمكن 1345 يعني لما كان عمره 15 سنة تقريبا، دخل 15، أصابه مرض في عينيه، مرض يقال له أبو رميد، ما أعرف يسمى به التسمى، هو كان يقول لنا المرض قال له أبو رميد، مرض يصيب الناس والناس ما عندهم أدوية ولا في مستشفيات ولا في أطباء ولا في شيء، إلا يقول أنه ذكر لي إن قطرة تقطر في العين، فكان يستخدم هالقطرة هذه. واستمر مع هذا المرض قرابة 4 أو 5 سنوات، ثم بعد ذلك كف بصره تماماً،